عندي سؤال مهم. ازاي احنا بنتكلم في مود وفي شكل وفي لغة حتى كمان يعني طبعا مختلفة ثم ننتقل الى الاقصر بلدنا علي اسماعيل لحن مختلف؟ يعني فكرت فيها ازاي دي؟ احنا الاثنين في الاول خالص كانت الجزء اللي انا هديه لاحمد في الموكب أغنية الأقصر بلدنا اللي هتيجي قبل ما نبتدي الموكب. يعني هي كان في فكرة لسعدي انه يعمل أغنية الأقصر بلدنا في الأول لوحدها يعمل عليها بروموشن للأقصر، ودي كنت هديها لأحمد كموزع ان هو يوزع الأقصر بلدنا، وفعلا ابتدى يوزع وتوزعها علي اسماعيل. يعني ما لا بس عظمة. احنا بس احنا دلوقتي خلاص عظمة طبعا حاجة غير طبيعية، ولكن في الفيلم هي معموله بطريقه بسيطه جدا عشان الحناطير. يعني لا هي فيها اوركسترا ولا هي فيها نحاسيات ولا بتاع، واحنا عندنا الاوركسترا هيخش على الباريد بعد كده، فلازم اعمل ربط. فقلت لاحمد انت هتعمل اقصر بلدنا بس انت خلي بالك من الاوركستريشن اللي انا هعمله بعد كده مع المؤلفين. قال لي تمام. فابتدى فعلا اول توزيع وابتديت انا يعني مش عايز اقول يعني استاذ يعني سوبرفايزر عليه ان هو لا اعمل دي كده زي الطبيعه اللي احنا بنشتغل على طول، لا خليها كده هنحول لكده، يقول لي طب اوكي مش عارف هنعمل دي. المهم عملناها تقريبا في الاخر فكروا ان هم يعملوا اغنيه تانية خالص قبل الباريد مالهاش علاقه بالاقصر بلدنا. فبقت الاقصر بلدنا ديت، وفي الاغنيه اللي قبل الموكب فيها جزء مزيكه بس الاقصر بلدنا مش الاغنيه هتيجي بطريقه صغيره. فلما سعدي سمع التوزيع الاوركسترالي اللي هو ضخم جدا فبيقول لي انا مكسوف بس يعني ما تيجي نستخدمها، هو فاكر ان انا مش حابب ابدا الاقصر بلدنا، فما تيجي ناخد بس الجزء الجامد اللي فيها ده في الاخر. قلت له ما فيش مانع ابدا. بس البريدجنج بقى اتعمل ازاي ده؟ هقول لك بقى. انت لو خدت بالك ان بدايه الباريد وطول ما انت ماشي في الموكب البدايه هي متاخده من الاقصر بلدنا ازاي؟ 10 او يمكن 20 مره ابطأ التيمة. انت عندك بدايه الاقصر بلدنا يا با 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 البدايه بتاعت الباريد ايه؟ بام بي بام با اللي هي با 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 هي بس بطيئه جدا، وبعدين تا با 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 وبعدين بنروح في حته ثانيه. فكل شويه الجزء ده بيجي في النص زي تذكرة وما بيكملش، كل مرة بيكمل بطريقة لللينك اللي هيجي بعد كده في القصة لغاية ما بيجي في الآخر مرة وبنروح داخلين بقى الحقيقي بتاعه وبنكمله على الأقصر. يعني انتوا يعني انتوا بعد ما كنتوا خلصتوا ابتديتوا تشتغلوا علشان تحطوا الأقصر بلدنا وما تبقاش دخيلة على ال لا من الأول إحساسنا إن دي البداية ديت أكنه نشيد وطني بتاع الأقصر بلد يعني بتاعت سوري بتاعت الأقصر وبتاعت العمل. يعني احنا واخدين روح علي إسماعيل بس في الدخلة ديت لأن ده بالنسبة لنا الأقصر. منها بقى تقدر تشتغل كتكنيك تأليف. ما انت بيتهوفن عملك تا 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 عمل سيمفونية كاملة من تا 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 بس انت ممكن من تام تي تعمل عمل كامل. وده اللي بشتغله مع احمد فيه ان ازاي نقدر نالف من موتيفه صغيره. اكيد في الديكور نفس الموضوع، انت بيبقى عندك فكره باترن صغير وبتبني عليها. هو كان بيحكي لي المهندس عطيه انه يعني بنبتدي قلنا هنعمل كذا وبعدين لا عن ممكن موتيفه صغنونه هي ديت اللي بتبتدي تبني منها وتعملك العمل كله في الرسم في النحت في كل انواع الفنون. هي بتبقى موتيفه صغيره اللي بتشتغل عليها كل حاجه. انت راضي يا مايسترو؟ انا بنسبه كام في الميه العمل ده انا راضي عليه لاول مره. انا عمري ما برضى على اي عمل واحمد عارف قد ايه بعذبه يعني ما بوافقش. هو انا بشتغل معاه عشان تعذبه يعني. انا بعذبه ما بنامش والله يا استاذ. والله العظيم ده بنشوف عامل ازاي. انا خسيت. وبعدين خلي بالك انا كنا بنشتغل في التليفون ما عندناش وقت. انا بسافر الاقصر وبرجع يسمعني اقول له لا هنعمل كذا كذا برافو هايل يا اما لا هنعيد. على فكره متعاطف معاك جدا والله. لا بس جاب نتيجه في الاخر. الحمد لله. وبعدين شفته بقى وانا بس ابتديت اخش عشان اسجل الاوركسترا
ببص لقيت احمد ده النص، بقول له يا ابني انت اختفيت انت رحت فين؟ قال لي ما لك تعمله فيا ما مش كده مش كده. وايه وشعر كان طويل ما كانش كده كده حلقته ف... للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا قنوات الأسرة العربية.